كنشكر فريق مولودية وجدي على هذا الدوري اللي كنخدمو كل سنة، وجدي في هذه السنة هو أنه تكريم رفيق قدام من طرف كنعرفو الأخ خليل والطاسي والسي حسين بوحياة، عقد هذا النادي كيستاهل كل خير والله العظيم، وهذا الشيء يعني أثر فيا بزاف لأن بادرة طيبة أن يعني المسار ديالي يعني كله بالدوري بسميتي يعني شي حاجه كبيره بالنسبه لي. وهذا هو اول نادي تيكرم رفيق عقيده، اول نادي على كوره النادي المولودية. نشكر جميع الفواق اللي حضروا وساندونا في هذا النهار هذا الكبير، بداو دعوه الحمد لله الناس بعونا، وحنا من الناس اللي باغيين الخير هذه الرياضه، ونرضوا لكم بساعة الخير والله يسهل على الجميع. على رفيق.